في يوم من أيام صيف 2013 في بنت مصرية نزلت الشارع تعبر عن رأيها بكل سلمية. كان كل هدفها أنها تقول لأ لقتل المصريين، يعني زيها زي ناس كتير ملهمش أي انتماءات سياسية، لا مؤيدين ولا معارضين. لكن استفزهم منظر الدم اللي كان سايل في شوارع مصر، فخدتها الأحداث لأنها تتحاصر مع المئات من الرجالة والنساء والأطفال في مسجد الفتح في رمسيس. حصار استمر حوالي 20 ساعة. كان في المتظاهرين متحصنين بالمسجد اللي اعتقدوا انه ممكن يحميهم من اعتداءات البلطجية ومن وراهم الشرطة والجيش طبعا، لكن اعتقادهم ما كانش في محله لان الهجوم والتحريض ضدهم ما وقفش ولا ثانية. البنت هنا بقى ما قدرتش تصمت كتير للأسف، وبسبب انها شمت كتير من الغاز المسيل للدموع لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المسجد قرب أذان الفجر. وفي الوقت اللي بيقول شهود العيان إن الدكاترة استغاثوا بالإسعاف اللي كان واقف برا المسجد إنهم يدوهم حقنة أدرينالين أو يسمحوا لهم حتى بنقلها للخارج، وقفت الشرطة حائل بينهم وبين إنقاذها عشان تفقد هبة أحمد عبد الفتاح بنت محافظة البحيرة حياتها على مرأة ومسمع من الجميع. حكايتنا النهاردة عن مجزرة منسية حصلت بعد يومين بس من فض رابعة، وهي مجزرة رمسيس الثانية اللي تعرفت باسم أحداث مسجد الفتح واللي راح ضحيتها أكتر من 200 قتيل و500 معتقل لسه لحد النهاردة أغلبهم بيدفع ضريبة اليوم ده. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية. بكرة هتحل الذكرى الثامنة لأبشع حادثة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث كله، فض اعتصام رابعة اللي شارك فيه مئات الالاف من المصريين الرافضين للانقلاب السيسي. الفض اللي حصل بطريقه دمويه وانهى حياه مئات الابرياء فجر حاله من الغضب عند ملايين المصريين، بما فيهم ناس كتير ما كانتش مؤيده اصلا لاعتصام رابعه ولا الرئيس الراحل محمد مرسي، عشان تنطلق دعوات للتظاهر وتشييع جسامين الضحايا بعد صلاه الجمعه التاليه اللي سماها البعض جمعه الغضب، يعني تيمنا ب 28 يناير. وفي الوقت اللي توقع البعض ان السلطة الجديدة هتمنح الغاضبين مساحة للتعبير عن حزنهم، فوجئ الجميع بتعامل اشد قسوة من قوات الجيش والشرطة اللي بمجرد تجمع المظاهرات في ميدان رمسيس بدأت في فضها باستخدام الرصاص الحي اللي وجهوا القناصة مباشرة لرؤوس المتظاهرين وصدورهم عشان يسقط عشرات القتلى خاصة في محيط اسم شرطة الأزبكية. المشهد كان مرعب ودموي للغاية بشهادة كل اللي حضروه، لدرجة ان بعض المتظاهرين اضطروا ان هم ينطوا من فوق كوبري اكتوبر عشان يتجنبوا الرصاص المنهمر عليهم من كل مكان. وبطبيعة الاحداث طبعا نظم الاطباء مستشفى ميداني لاستقبال الضحايا والجرحى في مسجدين قريبين، هما مسجد الفتح ومسجد التوحيد. مسجد الفتح بدأ المتظاهرين يلجأوا له للاحتماء من اعتداءات البلطجية ورصاص الجيش والشرطة، ومع دخول وقت حظر التجول اصبح كل اللي داخل المسجد محاصرين عشان تبدأ الحرب عليهم. الإعلام لعب دور كبير جداً في شيطنة المحتمين بالمسجد عن طريق تصويرهم بأنهم خونة وتجار دين وإرهابيين معاهم سلاح عشان يحرضوا أهالي منطقة رمسيس ضدهم، وكتمهيد طبعاً لاقتحام قوات الأمن للمسجد واعتقال كل اللي جواه. لكن حاجتين اتنين ما كانش معمول حسابهم حصلوا وتسببوا طبعاً في إحراج السلطة وإظهار حقيقة الأحداث. الأول كان إمام مسجد الفتح وكبير أئمة وزارة الأوقاف الشيخ عبد الحفيظ غزال اللي لعب دور مهم جدا لما حاول في البدايه يتوسط عند رجال الامن انهم يسمحوا بنقل جثث الموتى، ولما مسك ميكروفون مع فجر تاني يوم وطالب اهالي منطقه رمسيس انهم يمدوا المعتصمين بالاكل والميه، وده اللي حصل فعلا. والاهم لما شهد ان الصعود لمئذنه المسجد بيكون من خارج الجامع مش من جواه، وده معناه ان المتظاهرين ابرياء من ضرب النار اللي الشرطه قالت انه حصل من المئذنه ظهر تاني يوم، واللي خدته طبعا كذريعة لاقتحام المسجد بشكل عنيف. لكن للأسف الشيخ كان من أوائل المعتقلين بعد اقتحام المسجد ولسه لغاية النهاردة مسجون، بس لمجرد أنه تواجد في مكان عمله أو يمكن عشان عمل اللي يمليه عليه ضميره. الحاجة الثانية كانت أن المحبوسين جوه المسجد قدروا يصوروا الأحداث مباشرة من جوه الجامع عشان يبينوا كذب النظام ويظهروا حقيقة أنهم مجرد متظاهرين سلميين، ويوثقوا كمان اعتداءات البلطجية والشرطة عليهم ومحاولتهم المتكررة طول الليل لاقتحام المسجد بالقوة، وده اللي خلى الأشخاص اللي بيصوروا عرضة للتهديد. فبعد ساعات استسلمت البنت اللي كانت بتصور، لكن شاب تاني كان عمره وقتها 17 سنة قرر انه يكمل هو التصوير. اقول لهم انا اللي ببث وانا مش خايف من حد، انا واقف ببث وهبث من جوه لحد اخر رصاصه، انا ما بخافش من اي حد، هناك من يموتون في الداخل، هم بيسالون هم عايزين اللي هي كانت بتصور. الشاب اللي كان بيصور ده هو ابراهيم حلاوه اللي بيحمل الجنسيتين المصريه والايرلنديه، واللي اعتقل بعد اقتحام المسجد وقضى 4 سنين جوه السجن قبل طبعا ما تنجح بلده التانيه انها تخرجه
عشان يغادر مصر بسلام. طول وقت الحصار كانت الشرطة بتحاول تقنع المحتمين بالمسجد انها توفر لهم ممر آمن، لكن كل اللي كان بيصدق وبيخرج كان بيواجه تعذيب وضرب عنيف من المواطنين الشرفاء اللي الإعلام كان عامل لهم غسيل مخ، وبعد ما بيخرج بيتم اعتقاله فورا من قوات الأمن، وده اللي خلى الأغلبية تتمسك بالاحتماء بالمسجد لحد ما تم اقتحامه بالقوة عصر تاني يوم. عشان بقى نشوف صور الضباط وهم رافعين الأسلحة بدون مراعاة لحرمة بيت من بيوت الله، وعشان يتم اعتقال المئات اللي كتير منهم يمكن كان موجود بالصدفة في المكان وقت الأحداث. يعني عندك مثلا إمام المسجد، وزي أحد الأطفال برضو اللي كان شغال بائع في ميدان رمسيس وفاتوا آخر مترو قبل حظر التجول، فاضطر يدخل المسجد لكنه لقى نفسه وسط حرب غير متكافئة قبل ما يضيع مستقبله بعد اعتقاله، وبعد فشل كل محاولاته في إقناع المسؤولين أنه ما كانش أصلاً مشارك في المظاهرات. في نفس يوم مذبحة رمسيس شارك مئات الألاف في جنازات ضحايا رابعة من أبناء محافظة الإسكندرية، وتكرر عليهم الهجوم عشان يسقط عشرات القتلى فيما عرف بمذبحة سموحة، ونفس الأمر تكرر في محافظات كتير، حتى إن في لقطة شهيرة من الإسماعيلية لمتظاهر سلمي رفع إيده قدام دبابة جيش قبل ما يتم قنصه برصاصة مباشرة. اللي حصل في مسجد الفتح ما كانش حادثة فردية، لكنه كان جزء من سلسلة طويلة من الأحداث الدموية اللي ارتكبتها السلطة وقتها في إصرار على طريق الدم كحل وحيد للتعامل مع الخصوم السياسيين، وكان إشارة برضو على إنه حتى التعاطف مع الضحية ممنوع، وإن المصريين قدامهم حلين بس ملهمش تالت، إما مباركة القتل والتورط فيه أو إنهم يبقوا أحد ضحاياهم. في النهاية فشلت السلطة في تغييب الحقيقة، وعاد مسجد الفتح لاستقبال الصلاة بعد 15 شهر من إغلاقه، لكن لسه مئات المعتقلين محبوسين بعد مرور 8 سنين على الأحداث، ذنبهم الوحيد هو تعاطفهم مع الضحية ورفضهم إراقة الدماء. اتعرضوا لكل أنواع الانتهاكات، بداية من أنهم قضوا 4 سنين في الحبس الاحتياطي، وانتهاء بخضوعهم لأطول جلسة محاكمة في تاريخ القضاء المصري لما تجمع كل المتهمين اللي عددهم بالمئات في قفص زجاجي داخل سجن وادي النطرون لمدة 18 ساعة متواصلة. ورغم تنحي 3 قضاة عن القضية إلا أنها انتهت بصدور أحكام جائرة بحق أغلب المتهمين، بعد طبعا محاكمة سياسية بامتياز. أخيرا نتمنى الرحمة لكل الضحايا والحرية لكل الأبرياء. طبعا ما تنسوش تشوفوا مصادر الحلقة في التعليقات، واعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس لو بتشوفونا على اليوتيوب، واستنونا كل يوم جمعة الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.